وما نرى
وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم
صدق الله العظيم.